علاش نستخدم المركب الاجتماعي العربي. كنشكركم على الزياره ديالكم للمركب الاجتماعي العربي نتيجه يعني تتبع الاحداث ديالنا اللي راه يعني فين واصل الملف ديالنا. حنا باش ندير لكم واحد الخلاصه ديال هادشي، خلاصه ديال يعني ابتداء من 6/8 الى يومنا هذا. حنا يعني نهار 6/8 يعني ابتداء من 6/8 الرساله من عند السيد مدير المركب الاجتماعي العروي اللي كتنص على بان الخدمه ديال النظافه والحراسه والامن بالمركب يعني توقفت. ولكن هي رساله جايه باينه وواضحه كتقول بان واحيطكم علما ان الخدمات المذكوره ستتحملها جمعيه دعم المركب الاجتماعي العروي بصفتها تستفيد من منحه سنويه من التعاون الوطني. اول خطوه درنا مشينا عند المندوب ديال التعاون الوطني اللي كان يعني الى جانب الجانب ديالنا لح بانك يقول الح علينا يعني كاين الخدمه في هالمركب. يعني التعاون الوطني ما عنده حتى شي مشكل باش نبقاو يعني في المركب الاجتماعي العروي، الا ان رئيس الجمعيه الله يهديه الح بان يعني ما عندوش الحق باش يخدمنا. احنا اول خطوه درنا مشي كما قلت لك مشينا عند المندوب ديال التعاون الوطني، قمنا بمراسلات للسيد العامل السيد الباشا ديال مدينه العروي ودمنا بيانات، بدينا 5 بيانات، بيان يعني الملخص ديال البيانات كان كل يعني كل خطوه كنديروها كل خطوه كنبغي نديروها الا كندير معها بيان، يعني باين بحال بيان رقم واحد يعني علمنا بناء على اجتماعاتنا ابتداء من 7/8 بكل السيد مندوب الاقليمي التعاون الوطني بالناظور والسيد باشا مدينه العروي والسيد رئيس جمعيه دعم المركب الاجتماعي العروي، والتي كانت نتائجها مخيبه للامل بخصوص ضمان حقنا المشروع في استمرار علاقه الشغل بالمركب بالرغم من تغيير المشغل من شركه سيرجابرو الى جمعيه دعم المركب الاجتماعي العربي. وحيث ان رساله السيد مدير التعاون الوطني السالفه الذكر لا تنص على تغيير اعوان النظافه والحراسه بالمركب او النقص من عدده، الا ان يعني التوقيف ديال هذه يعني كيبين بان الناس هذو بغا يشربوا هاد 7 العائلات. قمنا كذلك باصدار بيان رقم 2 حيث كان حيث يعني بان بان السيد رئيس الجمعيه قام بحلول ترقيعيه وكنشوفوا بان نسجل رفضنا البيان رقم 2 نسجل رفضنا لكل الحلول الترقيعيه المملات من طرف رئيس الجمعيه دعم المركب الاجتماعي العربي والتي تستهدف النيل من صمودنا وتكريس فصلنا من العمل بمبررات واهيه، خاصه ان رساله السيد مدير التعاون الوطني واضحه بخصوص تحمل التعاون الوطني نفقات تشغيلنا بالمركب لانه هو الذي حدد عددنا في دفتر التحملات الذي كان اساس القانون لتشغيلنا من طرف شركه سيرجابرو المتعاقده سابقا مع التعاون الوطني، وهو الذي يراجع قيمة المنحة السنوية المخصصة للجمعية بموجب اتفاقية المبرمة مع الجمعية بناء على تحملات الجمعية لنفقات سير المركب. فهل النقطة هذه رئيس الجمعية كيقول لك أنا ما عنديش يعني ما الإدارة لا يعني ما عطاتنيش شي بوند يعني ولا شي اتفاق كان شي اتفاق بيناتهم باش يخدم هذا الناس يعني العمال وعاملات النظافة الحراسة بالمركب الاجتماعي العربي. وكانت يعني كان جميع يعني الفعاليات الحقوقيه والجمعويه والمدنيه والسياسيه التي عبرت عن دعمها لنضالنا المشروع من اجل حقنا في الشغل والكهرباء. هذا البيان رقم 2. البيان رقم 3 جعلنا السيد الباشا القديم جعلنا في 1/9 اللي كان عطانا وعود بانه غادي يلقى حلول يعني حل التشغيل ديالنا في المركب، الا ان رئيس الجمعيه ما زال متعنتا يعني ما كانت حتى شي حاجه. هذا بيان رقم 3. قمنا يعني بيان على رقم 4 اللي كانت فيها كانت عندنا واحد اللجنه ديال الدعم كان عندهم اجتماع مع السيد الباشا والمندوب ورئيس الجمعيه، كانت نفس الوعود بان الناس هذو يخدموا ولكن بدون جدوى.
استنى عاد بين رقم 5 في يعني في مكان استدعاء السيد العامل قيم الناظور اللي كان الصراحه بانه يعني انسان معقول وباغي كان كيقول هو بان الهم الواحد اللي عنده هو ايجاد حل لهذا المشكل هذا، وقد يعني استدعى السيد نائب المدير العام للتعاون الوطني وكان يعني دار محضر. طلب السيد العامل من نائب المدير العام للتعاون الوطني يعني واش المركب الاجتماعي يعني في حاجه الى خدمات لها الناس العمال والعاملات المركب الاجتماعي العروي. السيد نائب المدير العام للتعاون الوطني كان يعني ما عنده حتى شي مشكل، يعني قال الناس اللي يخدموا. احنا تلقينا الخبر على عن طريق السيد الباشا القديم، قال لك بان يعني على قبل العيد اش كنقولوا بان عطانا مهله ديال 15 يوم غادي تجي المنحه ديال 70 مليون او لا ما تجيش، المهم غادي تخدموا، غادي تكون الشركه اللي غادي تخدمكم. دازت ديك المده، دازت 15 يوم ودازت 15 يوم يعني شهر، طيب هما 15 يوم ديالهم وزدنا لهم حنا 15 يوم من عندنا، ما كان حتى شي حل. حتى يعني جا تبدل السيد الباشا القديم، جا باشا جديد اللي يعني كان هذا الباشا الجديد يعني انسان حتى هو متعاون وباغي يلقى حل للمشكل ديالنا. مؤخرا كان اخيرا يعني كان دينا كان واحد الدوره ديال المجلس البلدي اللي طرحوا هذا المشكل ديالنا، والباشا الجديد يعني عطى الكلمه ديالو بان غادي تكون غدا ان شاء الله يكون حل هذا المشكل هذا، ولكن باجتماع مع السيد المندوب ورئيس الجمعيه ولجنه الدعم ديال المعتصمين ولجنه ديال من واحد اللجنه ديال المجلس البلدي. وحنا كنطالبوا المطالب ديالنا اللي هي حنا باغيين نخدموا يلقاو لنا حل لهذا المشكل هذا. حنا لا كي قال لي لا الخدمه كاينه يعني المكان موجود يعني المسح يعني محتاج يعني محتاج الخدمات لهاد الناس هذا، محتاج للحراسه محتاج للنظافه، يعني الا غادي يديروا شي خدامه ولا غادي يكون شي تشغيل شي ناس اخرين في الاولويات لينا حنايا. وهذا راه حنا دابا خدا يعني من 12/8 الى يومنا هذا لم نتلقى باجورنا، مازال ما تخلصنا 2012 ديال 2012 يعني من 12/8/2012 الى 12/11/2012 ما كاين حتى شي حاجه. كنمشيو عند المندوب كيقول لنا اودي راه غادي تصبروا غادي تكون حل غادي تكون شركه، وحنا كان قالنا وجدوا الشواهد ديالكم يعني شهاده العمل ومن الشواهد باش غادي نقدموا للشركه، ما كاين حتى شي حاجه من داك الشيء. مشينا عند السيد رئيس الجمعيه كذلك درنا اجتماع مع السيد الباشا، كلمه جوج كيقول لك انا غادي ندفع الاستقاله، وحنا كنطرحوا كيقولوا للباشا يعني المشكل ديال الخدام هذا هذاك المشكل عنده مع الاداره، انايا ما انا لا اله الا الله ناقصني ندفع الاستقاله ديالي. حنا دابا اللي كان لعنا المطلب ديالنا الواحد ونطالب من اعلى سلطه من الوزيره والوظيفه يا ربي تكون، وكنطالبوا يعني الصوت ديالنا يوصل حتى لاعلى السلطه اللي هي ملك البلاد محمد السادس الله ينصره، لقاونا حل المشكل هذا. سبعه العائلات سبعه الناس سبعه العائلات راه عندهم سبعه اللي كيقال يعني عندهم مسؤوليات، عند كان اللي عنده الكرا كان عنده الوليدات. دابا راه حنا تحرمنا من لاسينيسيس، تحرمنا من التغطيه الصحيه، تحرمنا ما يعني من الخلاص على الدراري، وناس يعني لا يعني لا هم لهم الا انه كاين عندهم شي صراع يعني صراعات شخصيه، حنا غادي يخلونا ذاك الصراعات الشخصيه ديالهم. اللي عنده شي مشكل مع شي شخص بينه وبينه، حنا بغينا الحل المشكل ديالنا، إذا كانت الخدمة يا مرحبا، ما كاينش يشوفوا لنا حل هذا المشكل هذا وشكرا. وغدا راه غادي كما قلت لكم غدا غادي يكون إن شاء الله عندنا اجتماع مع السيد الباشا، غادي يعني يلقاو حل هذا المشكل هذا، اطلبوا الله يكون الخير إن شاء الله، شكرا.